قناة الصيد عشقي، تحياتي لكم الإخوان. جيتكم اليوم فيديو جديد، طريقة الصيد جد جد سهلة، غير اللي مبغاش يصغر الفلوس. أتلاحظوا معايا هادي البلاصه، يلا تلاقيتها أنطلق الباف، غادي يبان لك الغضب والملايير ديال الطير غادي تجي دابا في هاد البلاصه هادي. كيف ما كتلاحظوا انا درت هاد العواد، هاد العواد غير ديال الشجر، وقفتهم بحجرات، راني درت ليهم عويدات ديال الكولا لصقتهم فيهم. ورغم ذلك الناس راه ما كتصيدش في السخونيه، كيف ما كتلاحظوا راه الكولا كتبان كتبري، يعني الصيد بالكولا في السخونيه لا باش تبدا كتلق لكم الفرخ. وراكم غتلاحظوا انا تلقت الباك، كتلاحظوا دابا انا تلقت المزيكا ديال الطيور وفي الباك، وشحال ديال الطير غادي يجي. انا نخليكم تفرجوا على راحتكم في هذا الفيديو، هذا راه اكثر كميه هائله اللي تسدات في هذا المقطع، هذا راكم غتشوفوها بعينيكم. نخليكم فرجه من هنا بدينا. كما كتشوفوا شوفوا داك الفريق اللي الله يسر ديالكم، هو عيط عشتو الكولا كتدير، يعني كولا ملي كتسخن راه ما كتبقاش كتصيد. هي كولا مليحة ولكن الفرخ اللي طاطو فيها كدوب لي هاديك الكولا حيتاش كاين الشمس حرارة. اللهم بارك اللهم بارك. واللي يحب شي طوير يخلي لنا تعليق في الكومنتير نعطوه طوير، علاش لا. وانا ما نديش هادشي كامل، هادشي كامل اللي تشد راه ما نديش، غادي نقص منه مازال، خليها باش نتولى ونولع معايا الشباب ديال الحومة تا هما. تحياتي لكم، وما تنساوش تفاعلوا معنا وتابوناو في لاشين الا كنتو باقيين جداد. نديرو مجهود كبير ونمشيو مع الصياد حتى نديرو لكم فيديو اللي يكون واعر، باش حتى نتوما تفرجوا وتشوفوا تعليق باش كيصيدوا الدراري وباش عايشين. Thank you.
وتمت صيدتنا بنجاح. السنيدي قرأ فيها البروميان وفيها الدوزيام. السنيدي قتايا راه دو طاج تمنظروا بداك الجبال وتعرفوا اللوكال فين، هنا بلاصة مصيدين. راه نوريكم هاد الصندوق حتى هي قلت لكم فيها البروميان، يعني الطبقة ديال الفوق القرى اللهم بارك، في الطبقة ديال التحت غادي يبان لك واحد القرية كيطل درو كيطل. ها هو شتي لا فين بروميان دوزيام. وتحياتي لكم، ما تنساوش تابونا عندنا. شكرا لكم.